بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، من المعاصي التي دخلت البيوت وهي معصية مشاهدة المواقع الإباحية القذرة عن طريق النت. فالنت فيه خير وفيه شر، فمن أراده يستفيد منه لخيره واستطاع أن يحمي جهازه من هذه المواقع القذرة فلا بأس، وأما من وجد نفسه ليس في حاجة إليه أو حاجته قليلة قد تقضى من مكان آخر، وهو إن وجد من نفسه بطالة، فنفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، فعند ذلك يعصي الإنسان ربه. وهذه الأشياء عياذا بالله إذا دخلت البيوت خربتها. تصور هذه الأشياء القذرة تكون في بيوت، تكون في بيتك أنت، أو أنت مثلا مفترض أنك تطيع ربك، أنك ملتزم بدينك، فتدخل هذه الأشياء البيت تخربه عياذا بالله. يدخل الشيطان في هذا البيت ويتمكن، وتكون المصيبة كبيرة لو اطلعت عليه زوجتك. لو رأت الزوجة هذه الأشياء، مر خطيرة، مر فظيعة جدا، نسأل الله العافية. فهذه معاصي تخرب البيوت. فكل إنسان طبيب نفسه، أنا طبيب نفسك وأنت طبيب نفسك، فأعلم ما الذي يجعلني أعصي ربه، وأنت تعلم ما الذي يجعلني أعصي ربي، ما الذي يجعلك تعصي ربك. فهذا الذي يكون سام في معصية لا أتخلص منه، أبتعد عنه وانتهي منه انتهاء، أهجره وأخرجه من بيتي. هذا الذي يجعلني أعصي ربي سبحانه وتعالى، أو يجد منه الشيطان سبيلا إلي. وكل منا كما ذكرنا، نحن بشر لسنا بمعصومين، قد يتسلط علينا الشيطان، لكن عبد المؤمن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم نأتي إلى الكلام كما ذكرنا عن الأفلام والمسلسلات، عن التلفزيون. الأفلام والمسلسلات، قد يكون هذا الكلام عجيبا وغريبا لبعض الناس، وبعض الناس إذا تكلمنا عن هذه المسألة قد يصفون بالتحجر، أو أننا لا نعيش الدنيا أو غير ذلك. لا، بل العاقل هو الذي يعرف الخير فيأتيه ويعرف الشر فيجتنبه. فأحد الطلبة كان يدرس دراسات عليا في بريطانيا، فوجد أستاذه الكافر ليس عنده في بيته تلفزيونا، فقال أجعل غيري يربي ولدي؟ تلفزيون مربي، فماذا بأي شيء يربي ولدك ويربي زوجتك؟ بل عندما كنت في أمريكا قرأت هناك في إحدى الجرائد عن مقاطعة كاملة لا يوجد بها تلفزيونات، أهلها كفرة بس محافظ نصارى محافظين مقاطعين التلفزيون. قال أجعل الراقصة في بيتي. سبحان الله، اليوم بيوت أكثر المسلمين الراقصة والمدمن والمجرم والقاتل في داخل بيوتهم، ويشاهده ولدك وتشاهده ابنتك وتشاهده امرأتك. والغرض من الأفلام والمسلسلات تغيير وجه المجتمع. اقرأ واطلع بدون هوى، اقرأ واطلع. هذه الأفلام والمسلسلات ليست أشياء كذا مكتوبة، هذه أشياء موجهة كتبها، هذه الأفلام كتبها علمانيون يريدون تغيير وجه المجتمع بحيث لا يكون المجتمع مجتمعا إسلاميا. هذه الأفلام والمسلسلات التي قد يظن الناس أنها سهلة، لا، تأمل في الفيلم،
تأمل في القصة ماذا يريد أن يوصل للناس. عندما يأتي المشهد بين الرجل والمرأة والمشهد يكون بطريقة معينة فهذا توجيه، والمرأة ناقصة عقل فتقول شمعنا وازاي بيكلمني كده وازاي زوجي يتعامل معايا كده وازاي كذا المفروض يعملني كذا زي ما شافت في التلفزيون. الولد زي البيت فيش فرق، ربنا بيقول وليس الذكر كالأنثى. تتربى البنت انها راجل، وحقوق المرأة ومساواة المرأة وجمعيات تحرير المرأة وكل ده بيتوجه من أخلاق الأفلام والمسلسلات، توجيه بيؤدي إلى خراب البيوت، إلى خراب الأسرة المسلمة. فالمرأة المسلمة ولدك أنت تغذيه بالنافع بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطلعه على الأشياء التي ليس فيها حرام، بذلك تحفظ البيوت، تحفظ البيوت المسلمة والله المستعان. كذلك أيضا هذه الأيام إن شاء الله نحن في أيام شهر شعبان، هذه الأيام التي يرفع فيها العمل إلى الله عز وجل والتي كان يصومها صلى الله عليه وسلم. بعد أيام تدخل علينا ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف للتنبيه، هي ليلة تبدأ بعد غروب يوم 14، مش زي ما الناس فاهمة يوم 15 اليوم اللي هو بالنهار، لا يوم بالنهار يوم 14 من شعبان بعد المغرب، دي اسمها ليلة النصف، ليلة النصف. ليلة النصف صح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صححه الشيخ الألباني بمجموع الطرق، قال صلى الله عليه وسلم ينزل الله ليلة النصف فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. إذ المغفرة لا تنال المشرك ولا المشاحن، فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. المشاحن فسر بالذي في قلبي شحناء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر بالذي بينه وبين أخيه شحناء ليست بسبب الدين. فيغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. وهذه الليلة لا يخصها عبادة مخصوصة، لا يصام يومها ولا تقام ليلتها بصلاة معينة، لكن لو جلس الإنسان في بيته وذكر ربه وقرأ قرآنا وصلى تقربا لله، لأن ربنا عز وجل ينزل في هذه الليلة نزولا يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، ويغفر لأهل الأرض، تعرض لمغفرة الله عز وجل، فهو شيء حسن. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. من صام في النصف الأول يجوز له أن يصوم في النصف الثاني، وأما من لم يصم في النصف الأول فلا يجوز له أن يصوم في النصف الثاني، جمعا بين الحديثين كما قال الشافعي والترمذي وابن قدامة رحمهم الله تعالى. هذا والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، وأن يجعلنا من عباده الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه.